سيد محمد السامري أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك سيد محمد في حصاد التغيير الإخباري. وسيكون معنا أيضا السيد أحمد السوداني عضو ائتلاف دولة القانون من بغداد عبر سكايبي. وأبدأ معك سيد محمد. لغط كبير أثير حول قانونية الجلسة التي حصلت أمس ومسألة الكتلة الأكبر. نريد أن نستوضح منك الجانب القانوني الدستوري فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام. يعني هذه الجلسة تسمى من الجلسات التي تطبق المعيار الشكلي اللي هي فيها القواعد الدستورية أو المواد الدستورية تكون حاكمة وتكون من النظام العام التي تكون غير قابلة لمخالفتها. المصطلح كبير السنة صارت عليه المادة 54 من الدستور على اعتبار أنه هي الجلسة الأولى التي لم يتم فيها انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الرئيس ونواب ونائبي رئيس مجلس النواب، يتم تكليف دستوري مؤقت سياسية في الجلسة الأولى يتفقوا على هذا الإطار. وهذه أول مرة يشهد عملية خلاف لكبير السن، وهذا ما جرت عليه العادة الدستورية أو العرف الدستوري استناف عملية تكوين يعني مبدئي لمفهوم إلى هذا النص منذ عام 2005 عندما شرع الدستور. ولكن الكتلة الوطنية التوافقية في إطارها المحدود، بالتالي كان هنالك يعني موضوع شبه اتفاق ما بين الكتل، حصل نوع من عملية ما يسمى وفق وجهة النظر المخالفة لما حصل هو خرق لأحكام الدستور. أنا أعتقد أنه لا يوجد خرق لأحكام الدستور، إنما كان التطبيق الحرفي والحقيقي لأحكام المادة 54 من الدستور وخرق ربما للتوافق السياسي وما جرى خلال السنوات الماضية. إما نص الدستور فهو لم يخرق، كان هنالك تكليف وفق أحكام الدستور أن يقوم رئيس السن بواجبه إدارة الجلسة لأغراض. هناك من فسر موضوع أن إدارة الجلسة ربما يتخذ ما يشاء من القرارات، هذا غير صحيح. الصحيح هو أن يدير الجلسة لأغراض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فقط، ينتهي دوره. هذا هو الواجب القانوني والدستوري لرئيس السن، الرئيس الأكبر الأعضاء سنا. بالمناسبة كانت التحضيرات لهذه الجلسة، أنا أعتقد كان هنالك بعد نظر من قبل المفوضية، ونحدد في هذا الإطار هذه أول مرة مفوضية الانتخابات تفاتح مجلس النواب وتعطي المرشح كبير السن وشخصين احتياط حتى لا نقع في المحذور وأن يتم ترك الجلسة مفتوحة، لأننا أمام قرار صادر من المحكمة الاتحادية يقول أنه الجلسة المفتوحة هي جلسة مخالفة للدستور لا يمكن أن تكرر. بالتالي كانت التحضيرات من قبل المحكمة الاتحادية بهذا القرار الذي تم اتخاذه سابقا، ومن ثم أكملت المنظومة الدستورية والتحضيرات لهذه الجلسة كانت دقيقة جدا، أنه لا بأس إذا كان هنالك خلل أو عائق قانوني عائق مادي واقع يصيب كبير السن ممكن هنالك شخصين احتياط. كانت كل التحضيرات مهيئة لإدارة الجلسة وعلى أن لا يتم اتخاذ قرار بموضوع تركها مفتوحة، وهذا ما حصل. عندما حصلت الفوضى هو شيء متوقع، لا نقول أنه مفتعل من قبل من ترأس رئيس الجلسة، ربما مفتعل من جهة أخرى، ربما نعم هنالك حادثة حصلت ولكن وقعنا في المحذور الدستوري، لكن المعالجات والاحتياطات التي تم اتخاذها هي من عالجت الموضوع وتم تكليف الرئيس الاحتياط وأدار الجلسة، وحصل الذي حصل أنه تم انتخاب رئيس ونواب مجلس النواب وفيه تطبيق حقيقي لأحكام المادة 54 من الدستور.